إذن أخويا معز، رحب بك ورحب بكل حضرات النظارة والنظرات من جديد، وننطلق مباشرة مع حدث الأسبوع، ألا وهو انطلاق موسم التخفيضات الشتوية أو ما يسمى بالسولد. الله اختفيق، لو كانت تسمح لي بتدخل، نحب نقول انه بمناسبة الصالد قررت باش نعمل عرض جديد وخاص بالنسبة للتحويل الوزاري اسمه اوفر دو لا بريبريبتسيون، بحيث اي حزب ياخذ علينا وزارة نعطيه وزارة اخرى بلاش. الى جانب هذا عندي عرض خاص بوزارة الخارجية، نحب نقول فيها تخفيض 30%، يعني 41% على معلوم الإقامة في الشريطان. كذلك وزارة التشغيل اللي أخوها نعطيه معاها وزارة الثقافة والمرأة بلاش. المفيد يعني أختو فيغ كيف شلنا نحنا يجيش يكون ويشاركنا ويفشل معانا. مش معقول يعني خوي توفيق انه الحزب اللي تعرض عليه وزارة في البلاد يبدو هارب مفجوع، يعني تقولش باش تحطوا يلعب في لاكس افيك لو وليد الهيشري. وين الشرعية؟ وين الوطنية؟ وين الحكومة؟ وين البروتارية توفيق؟ فعلا سي حمادي، وين الشرعية؟ وين الحكومة؟ وين البرتوتورية اللي قلت عليها الآن؟ وخاصة فيني الحكومة الجديدة، وإن شاء الله في خلاص له حل. نواصل إذا حضرات النظارة والنظرات في نفس السياق، ولكن المرة هذه مع السيد رئيس الجمهورية المؤقت والمؤبد، اللي يبدو أنه انزعج كثيرا من سير المفاوضات حول التعديل الوزاري، حتى أنه قاعد يفكر بالاستقالة والتخلي عن المنصب نتاعه لولا بصيص الأمل اللي يخليه متفائل بانفراج قريب للأزمة. زملائي في الحافلة جابونا هذه الصور مباشرة من قصر قرطاج. بون تدرين سيدي، خلينا نكتب لهم الاستقالة متاعي، هذا هو خطاب الاستقالة وما عادش زايد فيها حتى لحظة. يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الوضع السياسي في بلادنا لم يعد يحتمل الاستمرار، وان النهضة تحب تاكل الدنيا وتسحر بالاخرة، وما زالت شادة صحيح في وزير الخارجية، وزيد الوزراء متاعي الكل فشلوا، معطر ما خدم حد، حتى الكرمه نتاع الوزاره ما عرفش يخدمها، وسهام بادي اللي كلاته وحدها ايسونس اكثر من اللي تاكل فيه تونسير. ان الحزب نتاعي ما عادش يظهر جمله في استطلاعات الراي، وحتى العريضه باش تجيب اكثر مني المره الجايه، ولهذا زعما نحطك خير، ولهذا قررت ان اتوجه لكم انا كمحمد المنصف المرزوقي بهذا الخطاب للاعلان بكل شجاعه عن استقالتي من منصب رئيس الجمهوريه. نكته. سيد الرئيس بالله سامحني لحظه باش نقاطعك متولى. بون تدفين، شي قلت احياء هذه؟ حتى وانا قاعد نكتب في الخطاب تاع الاستقاله نتاعي تقلق فيا. بون تدفين اش فما؟ يا ودي لا يا سيد الرئيس، عفوا راني جيتك حبيت نقول لك اللي فما برقيه مستعجله خلطت لك توا سيد الرئيس راهو. باهيات عليك، خل نقرا شنو هي حكايه التليجرام هذايا. الى السيد المنصف المرزوقي، اننا المنظون اسفله من مكونات المجتمع المدني نناشدكم البقاء في رئاسه الجمهوريه والترشح للانتخابات الرئاسيه القادمه لتواصلوا قياده سفينه تونس. معكم نجحنا ومعكم نواصل على درب الانجازات. الامضاء جمعيه احباء الكنالوات ونقابه بائع الورود واتحاد القليبيه والحماس الاحرار. بون تدفين يا الشعب، مازال معايا الشعب، معاك المرزوقي في الحكايه هكايا. انا لن استقيل. فعلا وضعية صعبة لا يحسد عليها الرئيس المفدى المنصف المرزوقي، وكل ما يمكن قوله هو ربي يكون في عونك، وان شاء الله تزيد تتحمس، عفوا نقصد تزيد تتمحص في الموضوع قبل اتخاذ اي قرار مصيري. نمر اذا حضرات النظارة ونظرات من اخبار الحكومة الى اخبار المعارضة، اللي هي ايضا عاشت ايام حافلة بالنشاط باش ما نقولوش ماراثون من الاحداث خلال هذه الايام. رجع نفس تو بركة باش وصلت من قبس أثنية كم وهم يجريو في جرتي. بكل صراحة هذا ما عادش انتقال ديمقراطي، هذا هو اللي اسمه انتقام من الديمقراطي. استر ربي جيت تكنوقراط في الهربة، هذاك علاش ما نجموش يخطوا عليا ويحصروني. يا مية وينك يا مية؟ نجوب أقولك حاجة، تكوني أنت تو، نجوب اسمعني،
يما وخيتي قلبي شوي رسكت من الكاف لهنا وانا جاي نجي على ساقية. زعما في بالنا عندنا اجتماع الجبهة الشعبية، انا كحمل همامي ضد الخطاب نتاعي، ومن بعد ما نشوف كان في الكراد يضرب الحجرة تعدت زف زفان مع شلاغم شكري بعيد. يقوى عليهم هذوما جماعة رباية حماية الثورة واش يضربوا؟ تقول بكلهم مترانين زي مقتل. تعرف لو كان جاء واحد داخل مش مستانس كيفيانا بالسرية والهربة متاع البوليسية رام قتلو وصل، وانا كحمل همامي ضد الهربة وضد الجري، اما مع راضية. الورية الورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تفعل هنا يا حمى؟ وانت يا نجوبة الورية، اتهديت بالجري برشا. بالله بالله واش فهم عليك انت؟ واش بك جاي تجري؟ شما قولي على شما الامور متاعك، ما تقوليش حد انت روابط حماية الثورة هدوا عليك باش يحرقولك المقر متاعك ولا كسرولك الاجتماع متاعك. هدي ما فسرنا عاد واش فهم. لا يا حمى، لا لا يا حمى، هو في الحقيقة انا يعني فعلا مقطع مقطع كيفكم من جماعة يعني حماية الثورة، ما في الحقيقة أنا هارب منهم خاطر كثروا عليا، ما عادش يعني خالص باش نخلصهم الكل، قداش مني أنا يعني الدنيا غلات بصراحة يعني ياسر عليا، تقطعت برشا، خلصوا شوية معايا. إذا كما قال الشيخ المفدى خلصوا معنا شوية، نحن كما يقول المصري كده خلصنا حلقة النهاردة. إذا على رياضة السباحة الحرة 200 ألف متر حواجز أخويا معز نكون كملنا حلقتنا، ملتقانا يوم الخميس. تحية الرياضة على قناة 21.